بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكر صفة الاغتسال. نعم، الاغتسال على صفتين. اغتسال 有两个描述. صفة مجزئة سهلة يعني بسيطة واضحة. 首先 简单的有一个简单的描述. نعم، ينوي بقلبه، ينوي الاغتسال بقلبه. اغتسال 也就是我们在这里今天这节课我们讲的就是关于洗大净，必须要首先要心中举意。 يسمي يقول بسم الله. 要念 بسم الله. يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. 要水一从头到脚洗净洗全身. مع المضمضة والاستنشاق. 当然还包括漱口呛鼻. ثم يخرج بهذا الاغتسال يصلي. يحتاج أن يتوضأ. 然后洗大净之后可以直接去礼拜，不用再洗小净. ينوي بقلبه. 洗大净要注意的就是心中举意. يسمي. نين بسم الله. يعمم جميع البدن بالماء ما تحت الشعور الخفيف والكثيف مع المضمضة والاستنشاق. 全身都要洗到，包括漱口呛鼻. نعم. النوع الثاني اغتسال يعني مستحب أولى. هو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. 这个第二种描述对这个大净的描述，也就是。 把那些可嘉的行为都加上，也就是我们的先知如何完做完美的大净。 يغسل فرجين القبل والدبر. 首先洗大小便。 ينوي بقلبه. 心中举意。 يسمي. 念بسم الله。 يغسل يدين. 洗两手。 يتمضمض استنشق استنثر. 漱口呛鼻。 يغسل الوجه. 洗脸。 ثم اليد اليمنى. 洗右手到肘。 ثم اليسرى. 洗左手到肘. ثم يغسل الرأس روي بالماء مع الأذنين. 然后洗头，包括这还摸头。 然后摸头，然后摸两耳。 ثم يغسل الشق الأيمن كاملا. 然后洗右面，把身体的右边全部洗。 ثم يغسل الشق الأيسر كاملا. 然后把身体的左面全部洗净。 ثم يغسل الرجلين. 最后 اليمنى ثم اليسرى. 然后再洗右脚，再洗左脚。 يغسل فرجين. مرة أخرى نعيد. 再重新讲一遍. 洗两窍. ينوي بقلبه. 心中举意. يسمي. 念 بسم الله. يغسل كفين. 洗两手. يتمضمض استنشق استنثر. 漱口呛鼻. يغسل الوجه. 洗脸. اليمنى ثم اليسرى. 洗右手到肘，再洗左手到肘. يغسل الرأس روي بالماء مع الأذنين. 洗头 包括两耳. ثم الشق الأيمن كاملا ثم الأيسر كاملا. 然后洗右面再洗左面. ثم يغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى. 然后洗右脚再洗左脚. نعم. موجبات الغسل، متى يجب الغسل؟ 补充一下刚才应该说是洗头啊，现在讲一下关于 洗大净必须要做的一些事项. نعم. موت غير الشهيد، أي إنسان يموت لابد يغسل إلا الشهيد. 现在要讲一下关于什么时候必须要洗大净. موت غير الشهيد، أي إنسان يموت لابد يغسل. 这个死亡，这个不是因为这个烈士的死亡. نعم. إسلام الكافر. 一个咖啡这个归信了伊斯兰. نعم. خروج المني دفقا بالإذة. 这个 سواء من مستيقظ أو نائم. 这个因为遗精. احتلام. 遗精. نعم. وكذلك الجماع. 以及这个性生活. حتى وإن لم يحصل إنزال المني. 以致如果在性生活当中没有射精，也应该洗大净. الطهارة من الحيض والنفاس، إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس وجب عليها أن تغتسل. 女子如果有月经了，或者是生小孩，都是会大净. نعم. بعد هذا نذكر صفة التيمم. 现在讲一下关于做土净的描述. ينوي بقلبه. 内心举意.
يسمي يقول بسم الله نين بسم الله يضرب ضربة واحد باطن كفين على الأرض لان شو بحيشان جنتو على الأرض بحيشان سواء كانت من تراب بحيشان أو طين بحيشان أو رمل أو حصى أو صخر حجارة كبيرة يعني صخور جبال فلا يصح أن يضرب على السجاد على الموكيت على الخشاب على السيراميك لا 但布啊是这个布啊关于这个拜垫上当中的布那是不允许的 ثم يمسح الوجه 然后用两手摸脸 وظاهر الكف اليمنى ثم ظاهر الكف اليسرى 然后摸这个右手再摸左手 ينوي بقلبه 内心举意 يسمي 他念 بسم الله يضرب بباطن كفيه على الأرض 两手拍到地上 ثم يمسح الوجه 然后摸这个脸 ثم ظاهر الكف اليمنى ثم ظاهر الكف اليسرى 然后这个摸右手的手背再摸左手的手背 والله أعلم صلى الله على نبيه محمد وعلى وصحبه وسلم 感谢安拉愿安拉赐福安于我们的先知穆罕默德 صلى الله عليه وسلم تعبت